أهلا وسهلا بالرحمة بعدها موجودة. نعم موجودة عند القليل. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما قال مسلم مسيحي يهودي، بس هالقليل هن اللي اختاروا. أنت اخترت أنه تفتش عن الرحمة، والسبب لو ما في رجمة ما فتشنا عن الرحمة، لو ما في حرب ما فتشنا على السلام. فإذا اللي عم بيصير في إيد، سميها إيد الله، سميها الوجود، سميها حدا عم بيعمل هاللعبة حتى أنا أكون أشهده. ماشي اعقل، نعم اربطوا للجمل، بس بعدين اعقل وتوكل. منين إجت هالرحمة؟ هيك إجا على العراق، حط هالصبي تيقتله. كيف بيقدر؟ بسببه. أنا اللي عملت السلاح، وهيدا ابني وهيدا خيي، هي تربيتي، وأنا اللي هي خلفته وما عرفت ربيه. كلنا مشتركين بهالمشهد، أشهد هون. من ألوف السنين عم نقتل بعضنا، وبعدنا التاريخ بيعيد نفس الآخ. هلأ على أكبر شو بنعمل؟ الله أكبر، الله أكبر، ربك فكبر، ربك فكبر. مين السبب؟ نعم هون. كيف قدر عمل هيك؟ طلع فيه. حس بشوي رحمة. أمريكاني وعراقي بن يقتلون اثنينون، للأمريكي أمريكي وللعراقي عراقي، اثنينون إنسان، اثنينون إخوة أو دي ولادنا. هيدا أنا لو بحب ابنه، لو بحب نفسه بيروح على الحرب. الإنسان يلي سعيد بيروح بيقتل؟ انت فكر مين بيروح بيقتل؟ يلي قالوا له في 72 حرية، إذا رحت بتكون شهيد وبتنكحون. أيه أقوى؟ الجهاد الأكبر أكبر الجهاد. أي جهاد؟ جهاد النفس. ولكن وقت بده يجي أنا واحد ويفوت على الاستديو وبده يبلش بهشام، إذا هشام ما معه سلاح وبيقتله، قتلنا كلنا. لازم نعرف نستعمل السلاح المسيحات. بيع شو في عندك واشتري سيف، بس السيف بإيد المسيح، بإيد الحبيب، بإيد الإيمان علي، بإيد إنسان مؤمن ما بيقتل. فصل وصل. معركة خيبر الحبيب راح ودعهم لمعركة أحد، عرف إنه جاهل عنا. يعني سامحوني سامحوني، أنتم السابقون. هني وأموات بحكيون، يا ما في أموات أحياء ويا ما في أحياء أموات. فإذا شو بنعمل؟ وين الحل؟ نعم كل واحد يقول أنا شو عم بعمل. اسأل حالك اليوم، كل واحد منا، شو عملت؟ شو عملتي يا مريم اليوم حتى تتركي شي أثر بهالدنيا، شي جميل؟ شفت زبالة على الطريق لميتها، طيب قلت لواحد صباح الخير، سبني ولي منين بتعرفيني انت لتقولي لي صباح الخير؟ فإذا هي ما فيني أعملها بلبنان، شو بقدر أعمل بلبنان بلا ما غيري يستفرغ أو يهين؟ بخاف أنا انزعج أو هو أو كل بلد وإلى طقوس. بأمريكا بنغمر بعضنا، ما بنعرف بعضنا، هيك بنفوت على مطعم واحد بيدفع عن التاني. أنا ما بنسى حادثة بحياتي طالعة من شي 20 سنة من مطار لبنان، طلب مني شي ما معه هو وأنا ما معي مثل ما طلب. يعني في شاب حدي قال لي اسمحي لي، ودفع 50 ليرة شي هيك. وجا وقت تعرفت على أمه، قلت له هيك؟ قالوا لي ايه، خبرنا. بس هو كنت بلشت هيك اطلع على التلفزيونات، هلا كل ما بوقف مطرح بتذكر وقفت من كم يوم وما معها هي، بدها بالدولار وهديك ما معه بالدولار، وعم تحكي انجليزي انه مبيني منها. قلت لها فيني انا ادفع عنك؟ منين انت؟ قالت لي ارمينيا. حكايتها ارمني. قالت لي كيف؟ قلت لها ايه.
والشباب هني قالوا لي نحن بندفع عنا معلش يعني كلها شي دولار ونص يعني. فإذا أوقات شغلة هيك بتجيك هيك إنه بترجع أنت بتردها بتقول بعملها لإلي. فإذا هالإنسان يلي جاي يقتل ببلدك وببلدي كمان هو ضحية الجهل. وشو السبب؟ خلينا نفهم ما نحكم. السبب كلنا من السبب. هيك شو صار فيه على أيام شاه إيران؟ كان في أرمان مسيحية اللي بدك بتعملوك حجاب بلا حجاب علم ما فيني لكم كيف كانت هيدي فرح ديبا. وأنا شفتها بكونتيكت حيدا الأميرات صديقتها، هي عندها قصر هون وهيدي عندها قصر هون، وشفتهم اتنينهم وطلعوا قالوا يعني قلت لهم على شو انتوا عايشين؟ انا لساني بلوي يعني عشت مع اميرات وامراء واولاد ملوك، بس على شو؟ عرفت وقتها فرح ديبا قالت لي انت افهم منها، قلت لها هيدي اللي بتخليني اقول لك سامحيني وبشكرك. بس لحتى لان عندك ثلاث جابوها ثلاث سيارات، ما بيتك هون وبيت هون مشيم انت بامريكا. بس انا بنت الملك وانت بنت مرت شاه ايران وشفت ابنك. بعد بيطلع رئيس جمهورية ايران؟ هيدا السبب. هل شققت قلبه؟ ولا هيدا ولا هيدا، ما عرف وين يموت، ما حدا استقبله تيموت، اجا مات بمصر بفتكر. حبوك مشان هالتاج ومن هاو وهاو والمالك وهالمصاري والتبذير. فيك تبذر اذا ما بقى في جوعانين مثل سيدنا عمر. يا حبيب قلبي، قال لهم اخوتنا النصارى واخوتنا اليهود وطيب مين على دين؟ جوزوا هالشباب يعني يلا. قالوا كلهم بيت المال وما حدا بده مال، عطى حق ما بدنا ورا. قالوا اشتروا قام حطوا على راس الجبال خلي يجي النسر وياكل. حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر. اليوم السعوديه كلها رايحه مرحبا حدا. كله هيدا رايح اش مش اش. بس شو بصير؟ دمار شامل. مين رح تعمله؟ ايران. الكتاب موجود على الموقع بتقروه بالعربي ديفيد ايك. عم بيطلعوا على مجرات وبيقعدوا بيعملوا حوار وبيقولوا شو لازم نعمل، في شياطين وفي حكمه وفي رحمه وفي كل شيء. بس من بعد هالدمار الشامل القريب ان شاء الله كل من عليها فان بترجع بتجي الحضاره اللي حكي فيها نيوتن واللي حكي فيها غيرون وجرجيف والاولياء والانبياء والعلماء يلي ورثته الانبياء. مين اللي قال لك انه ابن شاه ايران هيدا احلى من ابن نجاد؟ انه لانه منه لابس هيك؟ هل هي مظاهر او ظاهر؟ كلنا وقت اللي اجى على لبنان الايراني وهلا سعد راح لعند الايراني والايراني اهلا وسهلا، ايران ولبنان يعني كثير في تقارب بالانسان. لا بقى نتطلع بالمظاهر، شوفوا الظاهر. هيدا اللي وصلنا لهون، انه ما بنطلع الا هيك. انه نعم مرته، مين اللي قال بدي اشوف هي جميله وهيدي لا؟ هالقد الله بشع بيخلق حلوين وبشعين؟ ذو الجلال والاكرام هالجمال اللي عنده، كلنا حلوين، كل طفل بيخلق جميل، نحن بنشوهه بافكارنا بنوايينا باعمالنا. كلنا شو بنعلمه؟ كيف بنشفره؟ كون رئيس جمهورية كون هيك كون هيك. كلنا الله خلقك وعطاك كتاب، اقعد اقري هالكتاب بيمينك، مش ضلك بس تقرا صفحة يضاس وتعيش صفحة يضاس مليون سنة. هيدا انتو جحي ما عجبته وقال تستا امشي شوي هون جحي جحي ف مطور مليون 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 الف سنة ونسي انه هالدينة تيرجع هون. بس هي غير هيديك بدي ارجع وبرم ورا. فيك تكون قلقان انت unpredictable، مش مثل الطبيعة الحيوانات كلها إلى وقت معين مشفرة حسب الألوهية. الله شفر الطبيعة وقال له هيك بتشربسوا هيك بتخلفوا انت هيك، انت بتاكل لحم حيوانات، انت بتقتل الأسد مرته بتجيب له الأكل، كله معروف شو لازم يعملوا. بس الإنسان قال له بتحمل الأمانة؟ قال له أبت الجبال وهيك بتحملها يا إنسان؟ قال له أنا رح كون أقرب لك من حبل الوريد، ضلني بحبك مثل ما بدك، بس لا تروح بعيد.
ولكن نحن عنا ننبهر بالمظاهر. شو سيارته؟ شوف حسابه بالبنك مليونين دولار فرد يوم، شفتي هيك كذا مليون. نرجع حديثنا، البندورة أغلى أو البقدونس أحلى. حدثت مجاعة بقرية، طلب الوالي من أهل القرية طلب غريب كتير وقال له شوفوا عنا مجاعة، أنا رح أعمل هون بركة كبيرة، سطل كبير، مدري شو ما بدكم تسموها، كل واحد منكم ما حدا شايف التاني تجي بتحط كباية حليب. قال له السيج العاقل الحكيم اللي عنده، قال له بكرة كلها رح تكون مي، شو عرفك؟ قال له لا بتشوف. تاني يوم كلها مي، قال له ليش؟ قال له بالنوايا. في واحد قال ما زال ما حدا شايفني، هاي مريم، ما حدا شايفني بحط كباية مي. في كتاب اسمه فايف مونكيز، شوفوا قروا كيف شو عملنا بالسعيدين، محطوط على الموقع كل اللي بحكيهم بالكتب، كيف منشفر بعضنا ومنعمل هاكرينج لبعضنا بالنوايا، انما الاعمال بالنيات. هلا رح احكي شيء ومحطوط بكتاب الرحمه. هالاجر هي دائما اجرنا، ما منقول اجل لك اجري. أنا أول مرة بدهم رحت على مركز وبدهم يبوس الأجر، بيبوس الأجر، ما كان فيني، ما كان فيني أبدا، شالحين من أجرنا كلنا وبلا كلسات، بس هي فئة من الصيخ، طائفة طلعت لقيت بيل كلينتون بلو مي وشربها، يعني هو مرته وبنته هيك، إنه كله ناطرين اللي بيجي جديد بيحمل وردة، بيست لي أجري. أكيد بتحس هيك إشي إنه عيب. بعدين فتحت كتاب، هي لباسة الإجرين بتفوت لجوا بتفتح كتاب أبيض ما في شيء، The religion to come. يا الله تقرأ من قلبها هالفايض، هل عم بقرأ من إجريكم كلكم لأني بست إجركم، هالسر كله هون بهالإجر، هالإجر يلي عم نوقف نحنا منبوس فيها أمنا أو مندوسها. شي مرة فكرنا نقلها شكرا؟ بس نشوف واحد بلا اجرين ساعتها بنقول ايه منيح ما عندي انا صباط بس عندي اجرتين. هيدي طاقة صعود، مشان هيك قال فوت على البيت بهالاجر، ascend energy، على الحمام بهالاجر، مشان هيك مرتين بالنهار بتفوتوا على الحمام اللي عم بيعمروا هلا بيوت بيئيه، ما في حمامات بالبيوت، فبقى هونيك بالزنينه والولاد يلي هيك بيمشوا عم بيزيدوا كثير، بصيروا يدبدبوا يدبدبوا على الدرج، بيروحوا بيقرفصوا سكوادينج، هيك بتخلق وهيك بتعطي من جسمك كل الافرازات. فاذا شو فينا نعمل؟ بدي اغير انا النيه، كيف بغيرها؟ هيدا جارنا، هيدا عباس كذاب لبني، ما بسبب يعملها، هيدا الحرم يشير، هيدي هيدي ريتا، هيدي تريس، هيدي حنا، هيدي مني، هيدي كان، هيدي انطوني، هيدي فاطمه، هيدي عزوز. يا ريت فيك تسرق قلبي، شو الدرس كان؟ مسيحة بيضاس اكثر واحد، لانه عرف انه يضاس مش عم بيطعنوا بظهره، يعني بوجهه، قال له انت سلمني، لانه يضاس اعطاهم شبه لهم، هيك كان دهش يفصل الجسد عن الساجد، هيك كانوا كل الأولياء والأنبياء أسرى بعبده out of body experience. ولكن كل اللي عم بيتاجروا هلأ فيهم بالأمة العربية أنا ما بصدق، ولا عربي اللي بيفهمها ما بيعملها، موجودة بتصير الحضرة وبتشوف وتقول الله أكبر وبتكفي الطريق. فإذا وقت اللي بتشوفوا صور من هالنوع، مين المسؤول؟ نحن. وين بتوصل من بعد ما تحط كل هالنوايا؟ بتمنى إذا في امرأة حامل أو طفل أو بس هيك قول كلمة رح تشوف صورة. هالمرض فات على لبنان على الهرمل من حوالي 20 سنة، وعلى جدة، وطميني أقوى من السارز هلأ، مش سيدا وسارز، إيبولا.
هالإيبولا هي بتشوف ما بها شيء، بتهر كلها، بتتخلف، وقعت الإيد، لوقة هون، ورمي هرت كلها. بس فيها رحمة، هالرحمة إنه 6-7 أيام ما في دواء، ما في شيء نعمله، ما في نعمل شيء أبدا هناك، بس هيك. الله أكبر، الله أرحم، الله أعلم. نرجع ننتبه يا إنسان، شو بيكل؟ أنا جعانة؟ لا، كذابة أنا. منشيل السكر من بيوتنا، في محل عم بيعمل حلويات مثل غيرها، محل مشهور بلبنان ببيروت، عطيتها مش عسل، مش نوع من الشجر، قلت لها اعملي فيه، والناس اشتريت وما عرفوا الفرق أبدا، ولكن كلفتها كثير، قالت لي ما رح ينبيع، السعر غالي، ولكن انت حطه بالبيت، تمر، حطه تفاح، حطي عنب، حطي تين يابس ومستوي، رجعوا بلبنان 200 سنة من حيث البيئة، من حيث الطعام، من حيث انه كلنا جيران مع بعضنا، بنحكي بعضنا. شهيدة، تركض شهيدة، في حدا عم بيخلي. نرجع تعيش الضيعة بدون ما حدا يكون ضايع فيها، رح ترجع بس من بعد هالدمار، قبل ما يصير الدمار الشامل نرجع نتذكر انه رحمت، يلي رحمت هرة غير اللي حبست هرة. انتبهوا. فاذا وقت اللي عم ندبح، لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم او صلبت ايدي على وجهي، ما عندك اكل؟ مبلا، 3 أشهر ما شافوا نار ببيته، حيث لا ماء ولا كلاء ولا هو حط ايده. وقت الحبيب بحط ايده علي، كنا ناخذ اولادنا عند الابونا، يا ابونا اللحمات الك والعظام لالنا. هلا ما في ابونا وما في ام وما في وما في وما في. قالوا لي على محطات التلفزيون صاروا عم بيسبوا برجال الدين وهيك. إذا الحل إن نسب رجال الدين، الفاتيكان والأزهر وغيرهم، أنا معكم. إذا الحل إنه بيقتل المليارين مسلم، أنا معكم. تتذكروا وقت اللي قال له بدي أقتلكم بتأمنوا بالله؟ قال له إذا قتلتنا بيضل الله موجود. قال له كيف؟ قال له فيك، استحى. قال له إذا أنا مت؟ قال له ضل الله موجود. قال له وين؟ قال له بالشجر، بالطير، بالحبل، بها بكل شيء. فإذا كان الوجود قبل ما جيت أنت وأنا، كلنا منروح بعد 100 سنة، 110 سنين اللي خلقوا اليوم ونحن. وقت اللي إجا الموت وبده ياخذ واحد وصار بالتسعينات، قال له دقيقة، كنت بدي أعمل شيء وما عملته، دقيقة من أولادي. فيني بعد شو؟ أخذ له ولد، إجا تاني مرة صار عمره 200. أخذ له ولده، إجا تالت مرة، رابع مرة، بعدين إجا ولد صغير. قال له إذا ما شبع أنا كمان ما راح أشبع. خدني هلا. من لحظة محيط مالح، طوبى للذين آمنوا. لو كل العالم قال لي المسيح منه حقيقة وما اجا وكذب ومحمد وعلي، أنا شفت اختبرت حقيقة، بس مش مثل اللي عم بتشوفه. كلنا منفوت بحضرة، وإن تستفتي قلبك ولو أفتوك، نعم حقيقة. يلي قال لا إله إلا الله خلص ختم الديانات كلها، وختم البشر، وختم السر، خلص. بس لما اجت مرة وقالت له سيدنا عمر أنا نبية، شو بدنا نعرف؟ بدنا نجي قلت له، قال له أنت بتعرفي إنه النبي قال أنا آخر الأنبياء؟ قالت له إيه، بس ما قال ما في من وراي النبية. قال له اتركوها، قالت كلمة مهضومة وممكن حقيقة. في ناس مثلها بيسالم بلد بأمريكا حد بوسطن، مرة عندها طاقة الشفاء، صارت تشفي هالناس. شو عمل الخوري؟ قتل كل النساء اللي عنده بنت عمرها 6 أشهر، جابها وذبحها لأبونا. ما الأبونا كمان عنده جهل، حرقنا جان دارك وبعد 300 سنة عمل لها قديسة. جان دارك مش قديسة، بشكر هالراهب الأنطوني، عفاهم عندهم رهبنة بالأنطونية، مدرسة بتعلم موسيقى ومدرسة هيك، وبعدين قال المسيح الله وانتو الله وشرب الله كونوا الله.
مش الله اسم، فعل، ألوهية، godliness، existence، وجود. قال هذا الشيخ اللي بالعراق، يا حبيب قلبي أجرأ من الأبونا وأجرأ من أوشو وأجرأ من ميتشو، وهلأ عم بيقولوا لي عم بيفتشوا عليه. أنت بقلبنا رح تكون. نعم، كلنا عايشين تلوث، يعني ما فيني قلكم، تلوث فكر، تلوث ذكر، تلوث بالأكل، كلنا. مش إن هيك ما بقى في رحمة. بكتاب الرحمة أي صفحة؟ إذا كنت عبدا للمشاعر فأنت من أهل الضلال وتحيا الارتباك والإزعاج، وإذا اخترت توحيد الأحاسيس فالتوحيد هو نقطة الصعود إلى السماء الساكنة في سكينة لب القلب. انتبه إلى توحيد أفكارك فالفكر يزول وتحيا حالة اللا فكر، أي المشاهدة وجها لوجه، حيث قال الحبيب إياك نعبد وإياك نستعين. لم يرى إلا الله في كل شيء، وهذا ما يقوله كل مسيح وكل نبي وكل مؤمن. هذا ما لخصه عيسى بقوله أحب الله من كل قلبك، وهذه الصلاة ومن كل فكرك، وهذه نعمة التأمل ومن كل روحك، هي نعمة الصعود الأعلى من الفكر والإحساس وأعلى من الصلاة والتأمل. هذه النعمة لا يعرفها العقل أو الفكر، بل هي من علم الله الأبعد من أي علم وأي فهم وأي كلمة. نور يقذفه الله في قلب المؤمن، الروحية طبيعة الإنسان، وكلنا من روح الله ومن رحمة الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بس كل واحد يحاسب حاله، كل واحد يقول ليش أنا هلأ دخنت؟ زعجت نفسي وحالي وزعجت اللي غيري، ليش هو حتى تدخن؟ شوف حالك، ليه حطيت هالسيجارة؟ ليش عم تقتل نفسك؟ السبب منه برا، جهلة. التلوث يلي بلبنان ما بقى فيه أسفله وأحط هيك بكل شيء، بتياب الأطفال، بحفاضات الأطفال، بلبسنا، بتيابنا، بألواننا، بحركاتنا. بيبقى لابس أزرق بيحط جرافات حمراء، بشفر منه عارف، ما في تناغم بالتياب، ما في تناغم بالوجه، ما في تناغم بالشعر، ما بقى في تناغم وانسجام، لأنه عم نتشفر. فتحنا التشفر إنه إيه؟ هاكرينج، اعملوا لي إياها. راحت الرحمة. إنت السبب، إنت ما بدك إياها. الحبيب كانت لبسيني نايمة على البردة، قص لا تتركها، تتركها تنام. ولما بده يعطيها قال له نعطوها لأويس القرني مش لعلي ولا أبو بكر، بدلته. الخلفاء كلهم يقولوا دفنونا ببدلة عتيقة، الحقيقة أفضل إنه يلبس شيء جديد. وقت بتقولوا من بعد رمضان رح نشتري ثياب جديدة، مش الثياب اللي عم تشتروها، جلد جديد صار. اليوم قريبا ما بقى في مي تشربه، قريبا جدا حاجة مبذر بالمي. انتبهوا، ولا بالمي ولا بالكهرباء، بأي شيء إنه بذرين إخوان الشياطين. فإذا الكتاب خير جليس، عندك إيه؟ عندك الانترنت، عندك هالبرنامج اذا بقي، ما حدا بيعرف بعد لحظه اذا منكون. انا صرت كثير صعب علي اعيش بامه العرب، لانه عندي اغراءات برا، يعني وقت بيصير لك الحاكم تحت صرميتك اللي بدك اياه تعي، بس شو بدي ادفع الثمن؟ بدنا نسب العرب، لخيي بترجع لي كارما لإلي، لا بدك تسب العرب بالمسلمين بالاسلام؟ يهودي شريرين يعني لازم يموتوا. فإذا مضل أنا وقعدي مع هالعربي المجول الوسخ الكذاب المنافي، هون دوري، هيدا التحدي. روح على العراق، بعد عباب ولا هيدا الشيخ عم بيفتشوا عليه هلا. بس حدا يحكي الحقيقة، دغري بيصدق العربي الغربي إنه هيدا قتلوها؟ هيك عملنا بالعراق وهيك رح نعمل بكل هالأمة. فإذا نعم بدي الرحمة كلنا. ما هو الحل القانوني والإنساني؟ الحل في تحديد النسل وفي الموت الرحيم. نعم، انتبهوا، ما نعرف نعيش نعرف نموت.
نحدد النسل. الحبيب قال تباعدوا في النكاح. يا حبيبي ما في شيء ما حكي فيه، ما كان عنده قلت ذنب أو عيب، لا حياء في الحق. وأنا اللي أرمانية ما بعرف عربي، بس بقعد مع الألمان مع الأجانب وبيشرحوا بلغة إنجليزي كلهم نفهمه. إن قسم أبو الطب غير إن قسم أبو الطب غير صالح لهذا الزمان، علينا أن نقدم قسم لرحمة المريض ولرحمة الطفل أيضا. اليمين الذي يساعد الإنسان على العيش الإنساني، أي في حياة سليمة وجميلة وبحبوحة كريمة، هذا هو العيش الكريم. لكن أن تساعده لكي يتنفس اصطناعيا خدمة لأصحاب الأدوية والمستشفيات، هذه جريمة لا تغتفر. في الموت الرحيم بالإسلام اسمه يوثناسيا، كلمة بتقولها أو أي شيء أنا حضرتها وعملتها. بيعمل صدقة قبل ما تموت كان مع مرته وكله وكله قال له شو هي، وبعدين في أي بيقولها. شوفوا كتاب معين الدين الشستي، بالمسيحية بيجي المسيح بيمشح مشح مشح. انت فيك تطلب بدعاء تستغفر، كنتم من الظالمين. نعم، استودعكم الله حيث لا تضيع ودائعه. ولكن علة ابن العرب، نحن مش ابن العربي شيخ العارفين، العلة انه ما بنقرأ، بنقرأ الكتب اللي بدها تساعدنا بتعرفوا وين، بنفهمها هديك نياجرا فياجرا مهم كتير، بس الكتاب يلي بيخليك تفوت على لب القلب لا. نعم، هل لنا الحق بأن نتصرف بما لا نعرف؟ ومن منعك عن المعرفة؟ تعرف على جسدك وأنت صاحب القرار في أي خيار. من حقك أن تكتب وصيتك وتتصرف بجسدك حسب رغبتك أنت، وليس حسب أوامر الأطباء أو رجال الدين أو أهلك الجاهلين. اليوم بس في مكانات بتفحص بأمريكا بيعرفوا أصل 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 أصلك عربي، بيعطوك طريقة أنك تموت الموت السريري. ولك يا خي كوما هيدا وراح، بس الدولة عم تدفع يعني تعرف عم بيستخدموا. وهالإنسان العربي بيكون رئيس جمهورية أو شو ما كان رح يتحكم برا، كأنك عم بتقول لهالمليارين مسلم الطب عندنا مش منيح بالسعودية بلبنان بالخليفة مدري وين بالإمارات، بيتحكم برا، هيدا عم بيتحكم فيك. الخلفاء كانوا ياكلوا مثلهم مثل غيرهم. وقت اجت وقالت له لسيدنا عمر اشتريت ضحية، قال لها كيف دفعتي حقها؟ قالت له وفرت نص درهم، نص دولار كل يوم. قال له 2.5. قالت ما شفت فرق. يا حبيب قلبي كيف ما في ولا خليفة هلا؟ لأن احنا صرنا كان يا أمير المؤمنين صار يا أمير المنافقين. قلت له حط برنامج استرجي حطوني، حدا بيسترجي حطني على محطاتكم المنحطة على الهواء، وقد ما تقصوا قال لهم من مريم نور رح تضل تقول الحقيقة ما عندها غيرها، هي عم تنبع مني مش أنا بقولها. بقعد 6 ساعات هون بحمل كتاب وورقة وصورة بس للعرب، بس برا أبدا. It's a flow ماشي. بيقولوا لي you are safe no Arabs no Muslims. الإسلام سيعود ولو على يد كافر. كافر يعني كفرة، مثل كلمة كهف وكيف باللغة العربية، في 2000 كلمة مع الأجانب. ما في هيدي الفطرة بدها ترجع. كلنا معنا حق وكلنا غلطانين. العلي منا باللغة، قال بلغ آية، بس أي آية؟ في آية وفي آلة. الإنسان صار روبوتولوجي آلة، ومين بيدير هالآلة؟ آلة. الأم بتقلها لبنت اعملي هيك، معلش بدنا قرشين يعني يا أمي شو عليك، ما هيدي كمان شي طبيعي يعني بيك هيك بيعمل فيي، وأنت بتقتنع البنت بتتشفر. وهيك كمان خيا وهيك بيا وهيك الكل، وخلص مشي مرض الجهل بأمة الجهل من أيام صدوم وعمورة وما قبل آدم وحواء. ولكن في أفراد، مع مين بتكون؟ فرادا أتيتم باب ضيق، مع مين بدها تكون؟ إلك الخيار، أنت الخيار بإيدك. هيك من وقت لوقت كل يومك شي دقيقة دقيقتين، ليش دخنت؟ ليش شربت خمرة؟
ما معناته ما منيحة، بصير في استرخاء ومنيح بالخمرة، ترتخي، تكون معصب، بس شو عم بصير بجسمي؟ عم برجع بعصب أكتر وعم برجع، عم بيخدها بوعي، خد السم بوعي، تموت بوعي. شكرا، أهلا بقاتلي في ستور رب الكعبة. عطى الخاتم ما طلع بوجه مين يقول بده، مين مد إيده، مين ما مد إيده، عطى عارف إنه لا تملكه حتى تنفقه. كل واحد تعمل عمل عم تعمله لنفسك، البرنامج لمريم نور، من مريم لمريم، حدا بيسمع ما بيسمع، بتستفيد ما بتستفيد، انت انت شو عملت؟ استفدت من هالبرنامج إلك سنين، فكرت تبعت صدقة فلس أرملة، شو عملت؟ شو استفدت؟ بحبك كثير وبسمع برنامجك كل يوم، شو عملت؟ فكر، كل هالأمة العرب مليارين مسلم عم بيشوفوا هالبرنامج، نادرا ما واحد يقول هيك، نادرا. هالقد بستاهل؟ يمكن هيدا إشارة تيقولوا لي ارجعي إلى أمة ما فيها عرب، لو ما يهون أنا مني عايشة. ما في عرب عندهم احترام للعلم، ولكن فيك تعيش بلا مال؟ نعم تقدر، العلي منا بالمال، العلي بالعقل. كيف عاشوا أهلنا من 100 و200 و300 سنة؟ بي كان يروح يحكم عنده جحش هو أبو أنطون ويجيب معه أكل مونة، بس ما فهمنا هالبركة، فكرنا حالنا فقراء. بدنا نرجع إلى الفقر، مش الفقر المادي. نعم نعرف إنه الفقراء أغنياء والأغنياء فقراء، العلي منا بالمال، العلي بالعقل. كل واحد هو يشوف شو بدها، ليش أنت موجود، شو عملت باليوم، شو عملت شي هيك زينت نفسك فيه. تتذكروا هالمرة الختيارة كانت بالترين مع بزر، قالوا لك شو عم تزرعين يعني هو؟ ما انك مالك ختياره ورايحة تموتي، يمكن هالترين ما يوصل. قالت لو ما زرعوا ما اكلنا، زرعوا فاكلنا، نزرع فياكلوا. كلنا هيك، ما منموت، هالبركه هالخير اللي عم تعمله عم بيرجع لها. واذا شفت علي بواحد وما قلتها يعني مصيبه، كاتم عن الحق، شيطان اخرس، مش بدي فتش مين قتل مين. كلنا قتلنا الحريري وعم نقتل كل يوم، عم بقتل نفسي، إذا عم بقتل نفسي عم بقتلها، ما في النفس وحدة، من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس الشفافة يا حبيبي بالسمو، بعدين إلى الذات وكم من طبقة ودرجات، بعدين إلى الروح القدس. كلنا من روح الله، كل واحد منا ممسوح بالله، مريم المسيح، يسوع المسيح، يسوع صار يسوع المسيح، عيسى ابن مريم، طاقة الصعود، طاقة أمه الأنثى، مش أمه جسديا، قال يا امرأة أمكم الأرض وعمتكم النخلة. أنت وين أفكارك؟ أنت شو عم تعمل؟ كيف عم نحتيل على بعضنا؟ قصة حلوة كتير. بقديم الزمان كان في قرية وأهلها عايشين بسلام، كان بهالقرية في مطعم، وكان هناك رجل يهودي دايما بيجي على هالمطعم بياخد دجاجة بهيك ايده مدبوحة، بيقول له لصاحب المطعم طبخ لي اياها، وبيجي ياكل الدجاجة. وفي يوم من الايام اجى قاضي المدينة قال له لصاحب المطعم اعطيني هالدجاجة، قال له يا خي هيدي الدجاجة إلى صاحب يعني هيدي لإلها، قال له انا قاضي المدينة وهذا المطعم صاحب هالمطعم، بيمسك الدجاجة بايده بعطيها للطبخ، اعطيها لهيديك، قال له انا بدي اكلها طبخ لي اياها. قال له صاحب المطعم إنها ليست لك، يوجد شخص هو الذي أحضرها إلى هنا لكي أطبخها له، أنا القاضي وأنا اللي بعرف بأكل الدجاجة، تعرف مين حكمنا اليوم؟ احترامي للمحامي صاحب المجد العصامي، بياخذ مصريتك من هون ومن هون تيصرفن على حاله، بيتفقوا مع بعضهم المحاميين يعني، بعطيك هيك بتعطيها هيك مساحه لمريم، شو بدك فيها؟ بناخذ لها مصريتها ونتفق مع بعضنا عليها. عملنا هيك بكل مسيح، ما رح نعملهم. وبعد تردد وافق صاحب المطعم وقال ولكن ماذا اذا سالني صاحب الدجاجه شو بقول له؟ قال له القاضي قال له انها طارت، قال له يا خيي كيف بدي اقول لها انها طارت يعني، هيدي الدجاجه ميته ذبحها وبيعمل لك اياها.
ما عليك شيء انت اللي طاريته بس. ذهب القاضي وبعد برهة من الزمن اتى اليهودي الى المطعم وقال لصاحبه: وين الطعام؟ قال له صاحب المطعم: ايش افطارت الدجاجة؟ قال له اليهودي: ليه؟ وليه الدجاجة ما يتكب بتطير؟ قال له صاحب المطعم: انا ما بعرف بس طارت. خانقوا مع بعضهم اثنيناتهم، وقام صاحب المطعم اخذ سيخ اللحم وفقع عين اليهودي بالغلط، فقع له عينه وراح ركض ولحق اليهودي فيه. واثناء هربه صاحب المطعم دخل على مسجد في امام هوني، صعد الى السطح ولكن لا يوجد مخرج غير القفز من اعلى المسجد، وقع صاحب المطعم. وهوني في رجال مع ابنه كانوا قاعدين على حيط المسجد، سقط صاحب المطعم على الرجال وكسر له ظهره. هلا الولد صار يولول يصرخ: بيي بيي بيي، وقام صار يركض ورا صاحب المطعم. صار هلا اليهودي والولد عم بيلحقوا الرجال، ولكن الرجل ولى بالفراري مسرعا، وهو في اثناء الهرب اذا به امام بيت، طلع على الحيط قفز من اعلى السور. كان في رجال ومرته كانت حبله حامل، سقط عليها وقع الجنين. قام الجوز صار يعاير لجوزها: مرتي مرتي، وقام يلحقون صاحب صار يلحق صاحب المطعم. صار ثلاثة: اليهودي والولد والزوج. ولكن في أثناء الهرب صاحب المطعم إذا به أمام حمار يسد الطريق، إجا بده يزيح الحمار، مسكه بدنبه انقطع الدنب. قام صاحب الحمار وصار يلحقها الرجال، وصلوا كلهم عند القاضي. فدخل مسرعا: انجدني يا قاضي، بدهم يقتلوني. قال له القاضي: شو بكون؟ قام اليهودي قال: يا خيي أنا عندي دجاجة أعطيته إياها، طب تخليها تاكلها. قام قال: طارت الدجاجة. إيه انت محامي يا خيي، بيقال انه تطير الدجاجة وهي مدبوحة هيك مقطوع راسها، كيف بتطير؟ قال له القاضي: ألا تصدق كلام الله؟ لا بصدق كلام الله، بس انت بصدق، انا اصدق كلام الله. قال له القاضي: هل عندك اي اعتراض؟ ان الله يحيي العظام وهي رميم، ألا يستطيع ان يحيي دجاجتك كله؟ قال له اليهودي: بلى. قال له ساعتها: شو بعمل؟ وأمنع من شجرة فقع لي عيني. قال له القاضي: أتريد أن تفقع عينه؟ نعم بدي أفقع له عينه. قال له القاضي: لكن عندنا نحن عين المسلم بعينين يهودي، فهل يفقع عينك الثانية لكي تفقع عينه؟ قال له: لا 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 تنزل. قال له القاضي: بهالبساطة تدفع 5 دنانير لأتعاب المحكمة وطلع. هذا قاضي عم بيحكيك بقانون عامله القاضي. مين بيحط الشريعة؟ مين بحط القانون؟ اللي عنده اخلاق ما بده قانون، بس اللي ما عنده اخلاق بيجي واحد ما عنده اخلاق اكثر من هيك وحط عليه قانون بربطك فيه. اللهم نجينا من الحاكم والحاكم والمحكوم، كلهم هون بسمي حاله حكيم، ما بقى في حكيم. تكلم الثاني وقال له: لقد كسر ظهر ابي ونحن كلنا على جدار المسجد كنا هيك مستندين. قال له: اذهب انت والرجل وسوف نجلسه في نفس المكان وفز عليه واكسر له ظهره. قال له الولد: ولكن ماذا إذا تحرك إلى اليمين أو إلى اليسار؟ إذا تحرك بيك إلى اليمين أو إلى اليسار يعني بده يكسر حاله هو. فقال الولد: لقد تنازلت. قال له القاضي: ادفع 5 دنانير أتعب المحكمة وروح. تكلم الثالث قال: يا خي مرتي كانت حبلي وقام هيدا وقع علي وسقط الجني. قال له القاضي: أعطي حرمتك وخلي هو يعمل يحبلها ثم أقفز عليها تيموت الجنين، يصبح الجنين هو صاحب المطعم. قال له رجل الزوج: لا 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 تنزلت. قال له: يلا ادفع 5 دنانير وخرج. وكان الرجل الأخير يراقب المشهد من البداية. قال له: أيها القاضي، إن حماري ليس له ذيل من يوم ما خلق. فقال القاضي: أتريد له ذيل؟ اقطع ذيل الرجل وركبه على الحمار. قال له الرجل: لا 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 تنزلت. ودفع 5 دنانير وخرج. وهكذا احتال القاضي على الجميع. هذا اللي عم بيصير، بس تفوتوا بالقوانين الدنيوية. مين اللي بيربح؟ القاضي بيقضي علينا كلنا، هو نحن الأرضية وهو بيقضي على هالأرضية. فإذا نجينا من صاحب هالقانون يلي منه قانون، ومن صاحب هالدستور يلي منه دستور. بأمريكا بيقولوا الدستور الحقيقي هو القرآن، هو الأمريكان. بس مين عايش؟ مين عايش الرحمة والحكمة العلم المعرفة؟ مين عايشها؟ أولون أنا كذابة، بس كون بجماعة. نعم، لأنه الجماعة بالنوايا كلنا، ما بتفكر أبدا. بيبقى نهار السبت بحطوا خمرة، ومنه عيب ومنه صح ومنه غلط، في كلمات وفي موسيقى بتندق،
مثلا انا في اشياء بحبها كثير، الشوكولا والخبز كثير، كمان بروح مطرح في شوكولا في خبز في بيتزا في هيك، بيحطوا كلمات انه اذا انت جوعانه، لا ماني جوعانه، بحس ماني جوعانه، بس بيروح الجوع وبيروح الضجر. هالموسيقى اللي بحطوها من الكتب ابدا، سيليستيال ميوزك من قلبهم الاطفال، وانت حاطين على الموقع هلا كبيات كريستال ميوزك كريستاليزيشن، كيف الطبيعة بتلعب وبتتناغم بكل الفصول. بس نحن ما بقى موصولين. أنا بحب الخريف، إنت الشتاء انسى، أنا ضخيم خلي تشتي بالليل، بس ضروري تشتي بالنهار، يعني ما نتحكم بالطبيعة. هيك عم بيعمل الشر، ما رح أقول يهودي وصهيوني، بس الشر عم بيتحكم بالطبيعة. global warming global madness global temperature كلها. ولا مرة مرقنا نحن هيك انه هلا بدها تشتي كتير كتير، عم بتشتي عم بتشتي عم بتشتي، شو بنعمل؟ ساعتها بتفوت؟ لا، القبائل مثل المايا وغيرهم بالامازون حضروا The Gods Must Be Crazy 1 و2، ما عندهم بيوت، يعني انه في شجرة بيعملوا هيك تحتها، او بعدين بس شافوا الناس المتحضرين صار يعملوا خيم هيك شوي من طين من حوارة، وبعدين إذا في شتي كتير وهيك بلشوا يقعدوا جوا. ومن هون قال لهم شيخ القبيلة رح يجي وقت يصير في عندكم دولارات، رح تصيروا مثل أمريكا، وأمريكا بدها تاخد كل الأمازون لأن عم تصير صحراء، بدهم يقشوها. بلشوا يكبوا فيهم مأكولات، شوفوا الفيلم. بس المشكلة إنه نحن إنسان ما بنقرأ، شو بدنا نعمل حتى نبلش نقرا؟ انه ما بدي اقعد اقرا كتب يلي بتشوفوها على غير مواقعنا، ما بنحطها لانه ما بدنا اياها، لا، لان موجوده غير مطرح. كتب عن الجنس، عن هالاشياء اللي عم بتصير، بيروح الكبد. بس احلى شيء بدي اقول لكم، واحد بعث لي صوره قال لي انشريها ولك اجر، انشريها. أنا ما كنت بس يبعثوا لي هيك، انشريها ولكي أجر، انشريها ولكي أجر، ولكن لما شفت شو قصد، إن شاء الله بدي لاقيها بدي لاقيها بدي لاقيها، انشروها. قالوا لا تهملها، انشرها ولك الأجر. إنه انشر كل هالغسيل. إن شاء الله ننشر غسيلنا النظيف مش الوسخ.